الحمد لله رب العالمين. يعني كانت فما استمرارية الحقيقة على مستوى يعني جل اللاعبين تاع الموسم الفارط، تعرفوا عدينا معناها رتور مزيان برشا، وبدينا الحقيقة على بكري وخذينا معناها الراحة متاعنا في الاستعداد في الاعداد البدني، وبدينا السيزون كما يلزم الحقيقة. وفريقنا كان لاحظته يعني تقريب أكثر فريق يعني تنقل وجاب نقاط من قبل، يعني كنا ربحنا الركبة وربحنا جربها في نقص عدد، وهذه يعني ثالث مقابلة معناها نربحها الاكستيريور. دونك عندنا تقاليد الحقيقة نتاع بلوكي كي باهية ونتاع اتاك رابيد وكونتر اتاك، وهذاك علاش يمكن كانت النتائج نتاعنا يمكن في الخارج الملعب يعني أحسن يمكن الملعب نتاعنا. دونك عندنا مجموعة طيبة، فما استمرارية من عام ناول مع تقريبا 80% من اللاعبين، مرتبة رابعة مشرفة ومعناها والحقيقة محترمة جدا. الاطار المحيط بالجمعيه الكل فرحان بالمرتبه هذه. اليوم ستان ماتش الحقيقه، تعرف اللي مستقبل جيش يعني في المرتبه الاخيره، دونك في ذهن اللاعب يعني تصير استسهال المقابله، وحبينا نمركيه معناها ما على في اول المقابله باش نسهلوا المقابله على روحنا، وذاك اللي صار. يعني تقريب الهدف الاول يعني خلى المقابله تسهل اكثر، وولينا نجاريو في المقابله نتاعنا ونستناو باش نقتلها بالهدف الثاني، وذاك اللي صار في اخر المقابله، رغم اللي معناها مستقبل جيش الحقيقه وليدات صغار عندهم برشا حماس، وصلوا احرجونا شويه في بدايه يعني الشوط الثاني في الاربع دراج الاولانيين. دونك مستقبل رجيش قولوا له حظ اوفر ان شاء الله وش في قادم المواعيد. بالنسبه للسبورتينغ المكنين عندنا ريتور يعني ان شاء الله خير من اللي فهمتني، يلزمنا نواصلوا العمل بنفس الوتيره وبنفس الانضباط وبنفس الحماس، وما نطيحوش في الاستسهال، خاطر كره القدم راهو تخدم طلقه اذا كان معناها باش تخرج على السياق الاطار العادي معناها بتاع تحضير المقابلات، ولا باش تستسهل معناها المنافسين بتاعك راهي ترجع عليك بالمثني. دونك هذه معناها ميساج للملاعبيه نتاعنا والهيئه المديره، ان شاء الله نوقفوا على جمعيتنا ونكملوا معناها بنفس الروح وبنفس العزيمه، ونحاولوا نكملوا السيزون يعني في مرتبه مشرفه واللي تليق بسبورتينغ المكنين، اللي معناها بصراحه فريق عريق ولا عنده معناها تقاليد في الرابطه الثانيه معناها. وحظ اوفر للمستقبل الجيش اللي كنت عم ناول معاهم في الاطار الفني، جمعيه الحقيقه معناها تعز عليا، وان شاء الله نروها في مرتبه مخير ان شاء الله.